والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ منورين كالعادة قناة المكتبة. معاكم محمد. فيديو جديد هنتكلم فيه عن واحدة من ساعات الكوبي الابل الجديدة في السوق المصري. موضوع كبير، ساعات كتير، مفيش اختلافات، حرفيا مفيش اي اختلافات. بس خليني اعرفك شكل الساعة برضو، لو انت بتقرر او لو انت هتقرر تشتري الساعة دي تبقى انت عارف كل مواصفات. قبل ما ابدأ الفيديو، لو انت هتقارن مفيش اي اختلافات، الموضوع كله متقارب قوي قوي. تحديدا في جيل الاتش دبليو هتلاقي اختلافات بسيطة. معانا النهاردة ساعة اتش دبليو 56 بلس. خلينا نبدأ الفيديو ونشوف الساعة قدام لنا ايه. يلا بينا. هبدأ الفيديو بالانبوكسنج، وعندنا ده شكل العلبة، جاية بالعلبة الاسود دي، شكل الساعة زي ما احنا شايفين كده. وعندنا هنا واضح ان هي بتشحن وايرلس. البرنامج المعتاد الوير فيت برو، اي ساعة جيل اتش دبليو وير فيت برو، اي ساعة اتش دبليو اصلية وير فيت برو. اسم الساعة وايرلس تشارج، مفيش اي تفاصيل تانية، ميد ان شاينا، مفيش اي تفاصيل تانية في العلبة. نفتح العلبة، شكل العلبة من جوه، ده كتالوج. الكتالوج فيه شوية تفاصيل مهمة محتاجين نقولها، وهي ان مقاسات الساعة 43.4 × 10 38 في 11 ملي، ده بالنسبة للمقاس. عندنا كمان ان الساعة فيرجن بلوتوث 5.2، البطارية 200 ملي امبير، حجم الشاشة 1.77 انش، ده بالنسبة لشوية التفاصيل المهمة اللي انا بتسأل عنها. عندنا هنا الاستراب اللي بيجي بنفس لون الساعة، استراب سيليكون نفس لون الساعة، سواء الساعة اسود، لو الساعة اسود هتبقى الاستراب اسود، الساعة معنا ازرق في الاستراب ازرق. عندنا هنا الشاحن الوايرلس برضو اللي انتشر وبقى موجود في معظم الساعات الكوبي حاليا. وادي شكل الساعه، اللون الازرق اللي معانا برضو لون الساعات السيريس 6 او اللون المعتاد لساعات ابل، لان هو اللون ده موجود في السيريس 6 والسيريس 7. عندنا هنا موجود زرار الباور بالشكل ده، وادي السكرول الاثنين شغالين. عندنا هنا السماعات، وهنا المايك الخاص بالمكالمات، وادي الساعه من الظهر بتشحن شاحن الوايرلس. كده احنا عملنا الانبوكسنج وقلنا محتويات العلبه. تعالوا نخش على الجزء الثاني فيديو نتكلم عن السوفت وير مواصفات التقنية. يلا بينا. نخش على الجزء الثاني من الفيديو ونتكلم عن الساعه من جوه، المواصفات الداخليه بتاعه الساعه، السوفت الداخليه والكلام ده. بيقابلني مشكله كبيره لما باجي اعمل ريفيو لساعه من الساعات المتكرره، مسمى مختلف لكن الدنيا من جوه يعني انت بتبقى لسه شاري الساعه او عايز تعرف الساعه دي فيها ايه، فانا اقول لك ده شبه الساعه الفلانيه، فما يبقاش الفيديو لطيف. لو انت بتتفرج على الفيديو اول مره ده اكمل، لكن لو انت بتتفرج على ساعه وانت بتتابع ساعات كتيره فروح للخلاصه، هتعرف على طول ايه الجديد. اول حاجه نتكلم عنها في السوفت وير الواجهات الخارجيه. عندنا لما ننزل تحت كده بنخش على الشورت منيو. عندنا اول حاجه في الشورت منيو بلوتوث المكالمات، بعد كده بنضغط عليه عشان نفتح البلوتوث الخاص بالمكالمات عشان نستقبل المكالمات على الساعه او نتصل من الساعه. تاني حاجه عندنا هنا وهو الاولز اون ديسبلاي. الاولز اون ديسبلاي مود، ده مود في الساعه بيخليك تعمل اضاءه للشاشه لحد وقت معين، اقل حاجه 3 دقايق واكتر حاجه نص ساعه. هنا عندنا اللوك سكرين، لما بنعمله كده خلاص بقت الساعه مقفوله، ما نقدرش نعمل عليها اي حاجه، لا نضغط كده ولا نضغط كده، كله هيبقى لوك، لازم نضغط 3 ثواني عشان الساعه تفتح. اوبشن حلو موجود في ساعات قليله قوي. عندنا هنا بعد كده بقى بطاقات الدفع الذكي، بتحط بطاقات الدفع الذكي، ما فيش حاجه منهم شغاله في مصر غير البي بال، وبتسكان كيو ار البي بال فبتقدر تدفع عن طريق السكان. هنا السيتنج اللي موجود فيها كل حاجه خاصه بالساعه نعرفها لما نخش جوه القائمه. وعندنا هنا الكيو ار كود، الكيو ار كود ده بتعمل كيو ار للسوشيال ميديا، فيسبوك، واتساب، يوكيو، بعض البرامج هنشوفها لما نخش على الجزء الخاص بالبرنامج. فاي حد بيسكان الكيو ار ده بيوصل للاكونت بتاعه. هنطلع لفوق كده بنخش على الاشعارات، هنا بيبان الاشعارات، والاشعارات بتيجي باللغه العربيه واللغه الانجليزيه بشكل كويس. لا نسوايب ناحيه اليمين كده نجيب الشاشه الجانبيه، الشاشه الجانبيه بيبان فيها التاريخ والتايم والاس او اس اللي هو الرقم الطوارئ اللي بتتصل بيه. وعندنا هنا السيتنج او اخر اربع تطبيقات احنا فتحناهم. احنا بنروح ناحيه الشمال بنخش على القوائم الجانبيه، فيها الهارت ريت، فيها عداد خطوات او الحاله اليوميه بتاعتك، بعد كده هنا تزامن الطقس، بعد كده هنا لو احنا عايزين نضيف اي تطبيق زياده بنقدر نضيف نوعين من التطبيقات. لو عايزين نشيل اي حاجه من دول بنضغط عليها ضغطه طويله بالشكل ده كده، هتلاقي تقدر ان انت تشيل وتضيف بعد كده حاجات تانية او ترتب الحاجه زي ما انت عايز. ده بالنسبه للاربع قوائم. عندنا ده شكل الساعه بالتفصيل. عندنا هنا زر السكرول شغال، والبوتن برده ده شغال. هنا المايك تحت الساعه، هنا بيكون قائم او دايره الشحن الوايرلس، وبعد كده عندنا هنا وهنا السماعات. نخش على القائمه بالشكل ده، عندنا ثلاث اشكال للقائم. الشكل ده من الاشكال الجديده في الساعات الاتش دبليو، وبرده الشكل ده من الاشكال الجديده في ساعات الاتش دبليو. طيب ايه اللي موجود في الساعه؟ نخش على القائمه بالشكل ده. فعندنا لو هنخش عندنا اول حاجه الهارت ريت والسليب والبلاد بريشر، طبعا اي قياسات طبيه لا يعتمد عليها والساعه ما بتقيس بشكل فعلي. بنعرف ازاي؟ بنقيس الساعه في وقت الستاند وفي وقت السكون، الوقت العادي الطبيعي بنلاقي قياسات كويسه، لكن
نعمل اي مجهود رياضي بنلاقي القياس هو زي بالظبط القياس لما بنكون بنلعب رياضه. عندنا هنا اكسجين في الدم، عندنا هنا الالعاب الاوت دور، عندنا هنا قياس معدل التنفس، عندنا بعد كده هنا ضبط التنفس بتاعك لو انت عايز تاخد شهيق وزفير بمعدل متوازن، وده طبعا بيحد من التوتر ويلخ من الحاجات اللي بيعملها، بس هو اوبشن يعني تقدر ان انت تخليه بسرعه بطيئه او بسرعه نورمال او فاست، وتقدر ان انت تاخد نفسك بشكل منظم لمده محدده مع البرنامج. طيب عندنا ايه تاني؟ عندنا الستوب ووتش، عندنا الفون، المكالمات، عندنا العاب الاوت دور، عندنا الويزر، تزامن الطقس، عندنا الحاسبه، التحكم في الميوزك، عندنا هنا اوبشن التحكم في الكاميرا عن بعد، تقدر ان انت من خلال البرنامج بتفتح الكاميرا وتقوم تهز الساعه لو انت حاطط الموبايل بعيد تقدر تاخد لقطه من بعيد. عندنا هنا الجزء الخاص بالاشارات، عندنا هنا بعد كده السيتنج، السيتنج هيكون فيها البرايتنس، التحكم في البرايتنس، التحكم في مده الاضاءه في مود الاولز اون ديسبلاي، بعد كده عندنا التحكم في سطوع الشاشه لما بنيجي ننورها بالشكل ده. عندنا هنا الفون سيتنج، التحكم بقى المكالمات سايلنت او الفيبريشن او كده تقدر تتحكم بالاوبشن ده. هنا الويك اب، بنقلب الساعه كده الساعه تنور، فمثلا لو نزلناها كده ورجعنا رفعناها تاني الساعه تنور بالشكل ده. ايه تاني في السيتنج؟ مود وضع عدم الازعاج بتتحكم فيه من هنا، تقدر تفتحه وتقفله. تحكم تخلي الساعه صامت او تخليها فيبريشن بتتحكم من المستوى من هنا. اللانجويج عندك بعد كده الاتصال عن طريق سكان كيو ار، لو انت فتحت البرنامج وعايز تسكان الساعه مباشره بالسكان من هنا. اوبشن الباسورد، تقدر تعمل باسورد للساعه محدش يفتح الساعه غير من خلال الباسورد اللي انت عامله. هنا بقى الاباوت موجود فيها اسم الساعه HW56+، وعندك هنا اخر حاجه اعاده ضبط المصنع ولو عايز تقفل الساعه. ده بالنسبه للي موجود في السيتنج. في ايه تاني موجود في القائمه؟ بس كده بتخلصنا كل اللي موجود في القائمه. في قوائم تانيه بيبقى فيها اشكال كتيره بس بتبقى حاجات متكرره، يعني هو هنا مجمعهم لك كلهم مفيش حاجه متكرره، لكن مثلا عندنا هنا دي فيها حاجات متكرره. يعني مثلا عندك ادي مثلا التحكم في وقت الساعه في وضع الاولز اون ديسبلاي، نفس الكلام برضو موجود اهو. ففي حاجات بتبقى متكرره فتلاقي في حاجات كتير. طبعا عندنا هنا السكرول شغال بيزوم ان ويزوم اوت في الساعه. كده احنا خلصنا كلامنا عن الساعه من الداخل والسوفت وير الداخلي، نخش على الجزء التالت ونتكلم عن البرنامج. يلا بينا. هنخش على الجزء الثالث من الفيديو ونتكلم عن طريقه ربط الساعه بالموبايل وايه اللي هناخده من الساعه لما نربطها. لان اول حاجه هنا في ربط الساعه بالموبايل، اول ما بنربطها اهوت وظهر ال HW56+، الساعه تمام ربطت والتايم مظبوط. عندنا اول حاجه مطلوبه في البرنامج، اول ما نشغل البرنامج على طول نربط الساعه في تحديث. تيجي نعمل التحديث ده الاول، هتلاقي الساعه دلوقتي بدات تعمل زي تحميل كده. التحديث ده ياخد له بتاع ربع ساعه 10 دقائق حسب بقى النت عندك وضعه. يعني هنعمل التحديث وبعد كده نكمل التصوير. تمام كده خلاص التحديث تم، الساعة عملت ريسيت، وهتلاقي هنا قائمة ترقية البرنامج دي خلاص لك هو حاليا احدث اصدار. كده احنا ربطنا الساعة، كده الساعة هي متوصلة كده 100%. عندنا من الحاجات الحلوة في الساعة هنا ان هي فيها خلفيات جديدة مش موجودة في ساعات اللي قبل كده، يعني كل الخلفيات اللي عليها دي خلفيات جديدة من خلفيات ال HW. طيب عندنا هنا طبعا البرنامج بيتميز بمجموعة كبيرة جدا من الخلفيات نقدر ان احنا نحملها على الساعة. طبعا في كتير منهم بفلوس وكتير منهم مجانا، لكن انت عندك تشكيله كبيره جدا من خلفيات موجوده على البرنامج. طبعا كمان نقدر ان احنا ننزل صوره شخصيه لو انت مش عارف ازاي، بنخش على الشاشه الاخرانيه دي او الخلفيه الاخرانيه دي كده، نخش عليها نبدا بقى ان احنا ننزل صوره خاصه بينا، بنحط شكل التايم هيبقى عامل ازاي، بنحط هنا الموضع بتاع التايم هيبقى فوق في النص تحت وهكذا، وبتبدا تبعت الصوره زي ما انت عايز، زي صوره شخصيه بتبعتها من الموبايل. المعتاد بقى في برنامج الوير فيت برو، الساعه بدل ما بتدعم بطاقه الجيب بتلاقي موجوده هنا بطاقات، تقدر نعمل سوشيال ميديا، نقدر نعمل كيو ار لبعض من البرامج السوشيال ميديا زي اللي موجودين دول. اي حد بيسكان الكيو ار ده بيقدر يوصل للاكونت بتاعك بسرعه. دي محفظه الجيب موجود فيها البي بال وعلي بي ويشات. طبعا احنا مش هنشتغل عندنا حاجه غير البي بال، نقدر ان احنا نعمل الموضوع ده. طبعا التنبيهات والاشعارات، نقدر نفتح الاشعارات عشان يجي لنا اي حاجه على الموبايل. الموبايل هنا في بعض البرامج القليله فهم دول بس اللي بيظهروا. طبعا هنا دفع الطقس، تلاقي دلوقتي الوزر اشتغل. لو ما اشتغلش اول ما توصل الساعه اصبر عليه شويه هو اشتغل اهو، اصبر عليه شويه، هو كاتبين لك حتى ان هو كل 60 دقيقه، فبعد 60 دقيقه تلاقيه اشتغل مره ثانيه. طبعا عندنا المنبه، نقدر ان احنا نضيف منبه من خلال البرنامج. عندنا اوبشن التذكير بالصحه، انا بحب اقفله لان هو بيقعد يعمل فايبريشن طول الوقت عشان يفكرني بشرب الميه وبالجلوس وكده، وانا ما ببقاش محتاج الاوبشن ده. اوبشن البحث عن الصور، بتلاقي الصور كده او الساعه بتعمل فايبريشن بس بسيط. عندنا هنا اوبشن التقاط الصوره، بنفتحه احنا بالشكل ده، نروح نهز ايدنا كده يقوم واخد لقطه للساعه على طول. لو احنا دخلنا على الاستوديو بتاعنا هنلاقي الصوره موجوده اهي، الصوره اللي احنا صورناها دلوقتي. كده عندنا هنا الاتصالات المتكرره، نقدر ان احنا نضيف 8 ارقام على برنامج يعملوا تزامن على الساعه. الارقام ديت نقدر ان احنا نكلمها بشكل سريع، ونقدر ان احنا لما يكلمونا يظهر اسمهم. الاعدادات الاخرى موجود فيها شويه حاجات بسيطه زي ان احنا نقدر نحول الساعه ل 12 ساعه
24، وهنا اوبشن لما لما نقلب ايدنا كده الساعه تنور، وعندنا هنا اوبشن القياس كل ساعه. طبعا ده مش هيكون مهم، ده بالنسبه للي موجود في البرنامج. عندنا الحاجه المهمه لو عايزين نوصل الساعه مكالمات بس، بنفتح البلوتوث هنا بالشكل ده، وبعد كده بنخش على البلوتوث بتاع الموبايل، نعمل بحث عن الساعه. تمام، اول ما نعمل بحث عن الساعه بنلاقي هو واتش كول، وهنا كده الساعه مقترنه صوت وسائط وصوت اتصال. لو دخلنا احنا كده على المكالمات بالشكل ده هنلاقي الاوبشن اصلا فتح. لو عملنا 858 وعملنا اتصال هنلاقي دلوقتي الاتصال اتنقل للتاب، بس هو الشبكه مش موجوده. بكده ان شاء الله نكون خلصنا الجزء الخاص باتصال الساعه بالموبايل، وهنستفاد ايه لما نوصل الساعه عن طريق البرنامج او عن طريق البلوتوث المباشر. تعال نخش للجزء الاخير، الجزء المهم، الخلاصه، راينا في الساعه بشكل عام. فيلا بينا الخلاصه وراي عام عن الساعه ال HW56+. لو انت بقى داخل تقول اوبا بقى انا هشوف ساعه جديده HW فيها مواصفات جديده، فيها فيرجن، فيها كواليتي، فيها اي حاجه، عايز اقول لك لا، مش اي حاجه جديده في الساعه. الساعه هي بالظبط HW22+ او HW22 او اي ساعه HW تشتغل على برنامج الويرفيت برو. نفس السوفت، نفس البرنامج، نفس طريقه التعامل مع الساعه، نفس عدد الاشعارات، نفس عدد الارقام اللي بتتسجل، مفيش اي اختلاف. باسورد، لوك سكرين، اولز اون ديسبلاي، الحاجات اللي هي موجوده في كل الساعات الاتش دبليو بين قوسين الاصليه. اللهم ان الساعه فيها مجموعه خلفيات جديده، زائد ان فيها شكل قوايم جديد، حتى في كمان قوايم من القوايم دي متكرره في ساعات قبل. طبعا زرار موجود، ده برده موجود في اتش دبليو 22+. هنا السكرول برده شغال بيغير الخلفيات. هنا في شاشه جانبيه، لما بنضغط ضغطتين مفيش حاجه، لما بنضغط ضغطه طويله مفيش حاجه، كلها في الاخر تفاصيل بسيطه جدا مش هتفرق معاك انت كمستخدم. ممكن اللي يفرق معاك ان الزرار ده شغال او ان هو موجود، وده موجود في ساعات كتير من ساعات الاتش دبليو. مميزات ساعات الاتش دبليو بشكل عام، سواء الاتش دبليو 22+ او الاتش دبليو 22 او الاتش دبليو 56 او الاتش دبليو 22 برو بلس اللي اتكلمنا عنها الفيديو اللي فات، كلهم في الاخر بيتميزوا بتاتش كويس، بطاريه كويسه، برنامج بيدعم خلفيات كتيره، تقبل العربي والانجليش بشكل كويس. انا عندي الديفوهات اللي واخدها على ساعات الاتش دبليو حاجتين اساسيين، ما بتظهرش اسم المتصل غير الثمان متسجلين بس، وما بتاخدش غير ثمان اسماء بس، ولما بنيجي نتحكم في الساوند الصوت بيخرج من الساعه. دي الديفوهات اللي عندي على الساعه. بخلاف كده ساعه ممتازه جدا، ساعه لو هي قدامك ساعه حلوه جدا كبطاريه وكشاشه وككواليتي وكامكانيات وكعمر افتراضي. في ناس معانا بقالها 8 شهور معاهم ساعات الاتش دبليو القديمه اللي الاتش دبليو مثلا 22. كان عشان اكون خاص ريفيو خاص بساعه الاتش دبليو 56+. اتمنى ما اكونش طولت عليكم، اتمنى يكون الريفيو وضح لك كل حاجه محتاج تعرفها عن الساعه. في النهايه ما تنساش تعمل سبسكرايب للقناه، الفيديو عجبك ادينا اللايك الجميل، تفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد في عالم السمارت ووتش بشكل خاص وفي اكسسوارات الموبايل بشكل عام. عاملين جيف اواي حلوه جدا، لما نوصل 20,000 سبسكرايب تلاقي الشروط موجود في الديسكربشن، هنوزع 10 هدايا ل 10 من الناس اللي هتحقق الشروط اللي احنا كاتبينها في صندوق الوصف او الديسكربشن. كان معاكم محمد في امان الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.